السلام عليكم. اليوم نتحدث عن تقنية الـ SBME اللي هي Solid Phase Micro Extraction. هذه التقنية تعتبر من التقنيات الحديثة. تستخدم هذه التقنية خصوصاً في المركبات الطيارة، مركبات النكهة اللي تراكيزها جداً قليلة وصعب استخلاصها. اكتشفت هذه التقنية سنة 1990، تم إدخالها في العديد من التطبيقات. طبعاً في مجال الصناعات الغذائية وعلوم الأغذية استخدمت هذه التقنية في الكشف عن مركبات النكهة، مركبات الناتجة من التخمرات خصوصاً في الألبان، بالإضافة إلى ذلك إلى مركبات المتطايرة في العسل. هذه التقنية تعتبر تقنية بسيطة سهلة، ما راح تأخذ من عندنا وقت في الاستخلاص، مجرد نشوف هذه الهولدر اللي هو الـ SBME هولدر، هذا الآن هو موجود. مجرد أنا هسه عملية حقنت، مجرد أنه أسحبه وأخلص من عنده، هذا هو أنه نستطيع أن نستخدمه أكثر من مرة باستخلاص عديد من المركبات، باعتبار عملية التنظيف أو عملية الأكتيفيشن راح تصير، أو فعالية هذه الفايبر راح في كل مرة تحقن راح عملية أو ارتفاع درجات الحرارة راح تؤدي إلى إزالة كل المركبات العالقة في هذا الفايبر. الفايبر هو عبارة عن شيء جدا دقيق، لو نشوفه إحنا بالكاميرا الفايبر بهالشكل. هذا هو الفايبر، تشوفونه أنا جاي هسه أوضح لكم. هذا هو الفايبر، فالشيء جدا دقيق. هذا هو، وهذه التقنية الآن تستخدم على نطاق واسع في العالم في كثير من التطبيقات، وأنا دا أستخدمها هسه الآن في كشف عن مركبات النكهة في الألبان المتخمرة، بالخصوص في اليوغرت يعني. وده نشتغل هسه بحوث متطورة بواسطة هذه التقنية، وهناك تقنية أخرى إن شاء الله راح نستخدمها في الكشف عن المركبات الفولتايل كومباوند بكل سهولة، ونقدر نشخصها باستخدام الجي سي ماس. تحياتي، أخوكم الأستاذ الدكتور ضياء الفكيكي، مشرف مختبرات أبحاث الأغذية وحماية المستهلك في جامعة البصرة.